كابتن يوسف، خلينا بقى نروح بقى شوية حاجات كده فرفشة كده شوية. يلا فكرة بقى الألعاب والحاجات دي وكده، يعني معلش احنا واخدينك شد كده شد كده، شوية كده ده. تعال نشوف يلا فكرة كده السيلف كده، نوريك كام صورة كده من ناس حبايبك كده وتقول لنا تختار مين. طيب يلا يلا يا مصطفى. ثلاثة من رؤساء أندية النادي الأهلي: كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب. هتاخد مع مين سيلفي؟ انت بتهرج ولا ايه؟ أنا ما بهرجش ولا حاجة، ماشي. انا ابن المنظومه دي اساسا. أيوه ماشي، ما هو يعني ثلاثة يعني أكيد كلهم أصحاب تاريخ كبير، إنما أنت عايز تاخد مع مين سيلفي في الثلاثة؟ لا انا لا طبعا اخد مع الثلاثه. ماشي مع الثلاثة كابتن الكبار. صالح الله يرحمه مش هينفع اخد معاه سيلفي دلوقتي. هاخد معاه سيلفي ازاي؟ الله يرحمه في لا الجنه ممكن بقى. تاخد معاه اخد دلوقتي معاه سيلفي في الجنه. ان شاء الله باذن الله، ممكن تاخد معاه دلوقتي. لا هما التلاتة. بص أنا هقول لك على حاجة، يعني أنت بتتكلم على 3 قامات في الإدارة. لا أولا خلاف، هما خلي بالك هما واخدين من بعض، يعني هما شاربين من بعض، صحيح يعني صحيح صحيح، كابتن حسن وكابتن مواويس مواويس خطيب مواويس، شري اشتروا أو مش عايز أقول شربوا واشتغلوا مع الكابتن صالح، ثم بعد ذلك صحيح. كابتن خطيب من كابتن حسن، ثم دلوقتي كابتن خطيب. لا مين طيب؟ التلاتة والله، مين طيب؟ ما أنا بقول لك واحد. والله طب التلاتة. رتبهم رتبهم يعني يا ترتيب، رتبهم يعني رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، لو هتاخد مع الأول أو كابتن الثاني. صالح الله يرحمه مش هينفع اخد معاه سيلفي، هاخد طيب مع الكابتن حسن وبعدين اخش على الكابتن خطيب اخد معاه يبقى سيلفي. الكابتن حسن حمدي لا 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 مش يبقى، لا اللي مش بعد يبقى اللي الكابتن، بعد لا الكابتن خطيب. يبقى الكابتن، خلاص بحطها كابتن خطيب. الثلاثة اشتغلت معاهم، التلاتة برضو. اشتغلت وكابتن انا بص اشتغلت مع مستر مانو مساعد، واشتغلت مع صحيح. كابتن حسام مساعد، ايوه واشتغلت مع كارترون بس كنت قائم بعمل مدير كورة. ماشي، هتاخد مع مين من الثلاثة؟ ده الكابتن يعني حسام جايب له صورة بيبتسم اهو، طب وايه المشكلة؟ ده على فكرة كابتن حسام من أخف دمه خفيف دم ناس جدا، موجودة. بيقعد يعني أنا عارف. يهرج وبتاع. اللي بعده، يلا قول لي طيب مين؟ اخد مع مستر مانويل. مانويل جوزيه، أنا كنت عارف إن أنت هتاخد مع مانويل جوزيه. اللي بعده، كابتن علاء عبد الصادق، كابتن سيد عبد الحفيظ، رحمة الله عليك كابتن ثابت البطل. ثلاثة تولوا مدير الكورة في النادي الأهلي. احنا لعبنا مع بعض هما التلاتة، أيوه يعني أيوه انا لحقت الكابتن ثابت، أنا عارف لحقت معاه 3 سنين أنا عارف والله. برضو التلاتة محترمين جدا، جدا. كابتن وإحنا علاء كل الناس اللي بنجيبها هنا صديق ناس ليا محترمة. وحبيبي ولعبنا مع بعض بس ما مسكش كتير زي كابتن ثابت صحيح وسيد، صحيح. بس بصراحة التلاتة برضو محترمين والله. مع مين يا كابتن يوسف؟ يعني يلا عايز كابتن انا يوسف، اخد، عشان يلا كابتن يوسف. هاخد سيد كابتن ثابت الله يرحمه، مش عارف اخد معاه سيد عبد الحفيظ سيلفي. يا عم، خد معاه سيلفي المشكلة. سيد اللي بعد، انت لازم تصالح حماه بقى هنا. لا بص دموه هو خاسس بقى وايه. ده مو كمان جاي، بص متأهب لك سيد معوض وعلي معلول. ابو سيد برضو باك جامد. طبعا اكيد طبعا. لا ومرة لعبنا مع بعض، يعني سيد انا دربته، ايوه سيد عمل معايا بطولة جامدة جدا يعني، بس انا هاخد مع ما عمر. عملش معاك اي حاجه كده ولا كده سيد؟ ابو السيد هو الموقف وهو عارفه. كل ما يقابلني اصل الموقف ده، بس بلاش بقى نحكي لا عليه. احكي احكي، هو الموقف ده مستر مانويل سبب مشكلته مع سيد في مره، لما فاكر انت لما ماتش امبي وراح مغيره بين الشوطين، كان واقف يناديه وسيد ما رضاش يرد. سيد اوقات بيقول لك يا عم بقى ايه سيبه. فاليوم ده انا واقف، كنت انا بقى مسؤول يعني، كنت مساعد مع مستر مانو. وبعدين فلفت الايام وانا واقف على الخط، يا سيد مش عايز. وبعدين قال لي بقى اصل انا ما كنتش سامعك. قلت له ما كنتش سامعني، ده انا صوتي جعوره، واساسا احنا في 2013 كنا بنلعب بدون جمهور. انت عارف لو انت كحيت في استاد القاهره الاستاد كله يسمع. فقال لي معلش اصل، قلت له ما كنتش سامعني. طيب خد له 6 ماتشات وبعدين جه راح مخبط جالي، قال لي بقول لك ايه، انا عايز اقول لك على حاجه. قلت له قال لي انا ما فيش مدرب قعدني 6 ماتشات، انا عمري ما قعدت 6 ماتشات ورا بعض كده. قلت له ايوه. خلاص الماتش الجاي هتلعب ما تقلقش، خلاص خلاص خلصنا. اللي بعد، لا بس هو شخصيه جميله طبعا والله، طبعا انا بحبه طبعا، يعني. سيد ده جميل سيد. ثلاثة من اللعيبة المهاريين: شيكابالا وعبد الستار وزيدان. بص انا بالنسبه لي يعني سترة، في حتة تانية انا سترة بحبه طبعا، اولا، بحبه على المستوى الشخصي،
وبعدين بحبه كلاعب لان عبد الستار كان طبعًا لاعب طبعًا جامد يعني. لا 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 يعني اللي ما شافش عبد الستار في المهاره ده في حته تانية خالص. يبقى عبد الستار. فاكر مره لما الكابتن جوهر قال له انت هتقعد تفرك لي في الكوره عامل زي اللي راكب عجله وقعد فاكر متسكر متسكر. اللي بعده ثلاثة مهاجمين عامل لك شغل حلو قوي كابتن احمد. لا لا انت ما انت كده احمد متعب ولا كده ولا حاجه. والله 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 الدنيا سهله وبسيطه يعني. لا 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 يعني مين في الثلاثة؟ انا اخد سيلفي مع بابان مع الكابتن حسام. مع بابان ماشي. يبقى كابتن حسام لان يعني لعبنا مع بعض وكنا في الملعب وبطوله وطول ال 98 مع بعض طيب خلينا بقى ايه ناخد السته كده مع بعض ونشوف بقى تختار لنا واحد منهم. كابتن الخطيب، مانويل جوزيه، سيد عبد الحفيظ، عمار، عبد الستار، حسام حسن. انا هاخد الكابتن الخطيب. حط الكابتن الخطيب. طيب يعني كابتن محمد اخر حاجه قبل ما اسيبك لان عندنا طبعا الفقره الثانيه اثنين من الناس كمان ايهاب الخطيب و شادي عيسى من فقرات الاثنين شادي يعني الاثنين يعني مش عايز اقول لك هتعمل هتبدا في السسبنس بقى.